من دير البلح ارحب بمراسل المملكه باسل العطار. اهلا ومرحبا بك معنا باسل. ربما البدايه تكون بحي الشجاعيه، اخر التطورات والاخبار الوارده الي، ومن ثم ننتقل الى باقي العمليات بشكل عام في قطاع غزه. نعم عبد الله، حتى الان العمليه العسكريه الاسرائيليه ما زالت مستمره في حي الشجاعيه الذي اعلن الجيش الاسرائيلي بشكل رسمي بدء عمليه عسكريه منذ الامس داخله. نحن نتحدث عن عمليات تجريف تتم في هذه الأثناء حول مقبرة البغدادي في المناطق الشرقية لحي الشجاعية، إلى جانب أيضا عمليات تجريف في مناطق أخرى، وأيضا سماع لأصوات إطلاق نار وتفجيرات داخل حي الشجاعية. نحن نتحدث عن معلومات ليست كبيرة ترد من هذا الحي الذي تم إخلاؤه بعدما طالبت إسرائيل القاطنين به بإخلائه، ونتحدث هنا عن ما يقرب من 28 نقطة أو مربعا سكنيا أو ما تسميه إسرائيل بالبلوكات، تم إخلاؤها من المواطنين على عجالة دون استحاب أي شيء والتوجه إلى المناطق الغربية لمدينة غزة التي تشتكي هي الأخرى من عدم وجود أي أماكن للنازحين بعد أن دمرت إسرائيل المدارس الخاصة بالأنروا في تلك المنطقة. العملية العسكرية الإسرائيلية ليست محدودة، والدليل على ذلك أننا نتحدث عن أن الانفجارات تسمع من كافة أرجاء الحي. هناك عمليات تجريف واسعة تتم، صعوبة الحصول على المعلومات يرافقها أيضا صعوبة وصول الطواقم الطبية أو طواقم الدفاع المدني إلى الاستغاثات التي تطلق من مواطنين محاصرين داخل الحي. نحن نتحدث عن سيناريو مشابه كبير لما حدث بمخيم جباليا للاجئين الذي تم تدمير أجزاء كبيرة منه وتم بدء عملية بشكل مفاجئ مشابهة تماما لما نرصده الآن في حي الشجاعية. التطورات لم تقتصر فقط على هذا الحي، مدينة رفح الشمال الغربي من مدينة رفح تعرف بمواصي رفح أو منطقة الشكوش، هذه المنطقة الآن أيضا تتصدر واجهة الأحداث. نحن نتحدث عن توغل إسرائيلي مفاجئ يوم أمس، وافقه قصف عنيف من المدفعية أو من الطيران الحربي. هذه المنطقة هي أحد أهم مراكز تواجد النازحين وخيام النازحين. إطلاق الرصاص والقذائف تسبب في حالة هلع كبيرة بين النازحين الذين غادروا على عجالة دون اصطحاب أي شيء من خيامهم باتجاه مدينة خان يونس. باتوا هذه الليلة في الشوارع، ونتحدث هنا عن معاناة حقيقية. بقاء هذه العائلات في الشوارع كان صادما وتسبب في الكثير من الضغط على هذه العائلات التي لا تعلم أين تذهب. بعض العائلات في ساعات الصباح غامرت شبانها، قد غامروا وعادوا إلى ما تعرف بمنطقة الشاكوش أو منطقة المنتزه الإقليمي في جنوب مدينة خان يونس بهدف استحاب أي حاجيات من داخل خيامهم. تعرضوا لإطلاق رصاص من طائرات الكواتكوبتر التي لم تغادر تلك المنطقة. قبل قليل كان هناك صوت انفجار كبير في المناطق الغربية لمدينة رفح، سمع صدى في مدينة دير البلح حيث نتواجد. الانفجار كان ضخما وكبيرا، المعلومات المتوفرة عن أنه تفجير لمربع سكنه كامل، وبالتالي ما زالت العملية مستمرة. الآليات تشاهد بشكل واضح في المنطقة الفاصلة بين منطقة الشاكوش ومنطقة المنتزه الإقليمي. العائلات في شمال منطقة الشاكوش أو ما تعرف بمنطقة الإقليمي ما زالت حائرة، لا تعلم هل تبقى في خيامها أم تغادر، خشية من توسيع إسرائيل لهذه العملية في ظل وجود الآليات العسكرية والقصف من طائرات الأباتش الذي ما زال مستمرا. أوضاع إنسانية صعبة ومعقدة يعيشها الآن النازحون الذين ينتظرون الإجابة عن تساؤلاتهم. هل هذه العملية محدودة ستقتصر فقط على ما وصلت إليه الآليات أم ستتوسع حجم هذه العملية؟ هل هي دائمة مؤقتة؟ حتى الآن حتى الجيش الإسرائيلي لم يصدر أي تصريح فيما يتعلق بطبيعة ونوعية العملية التي ما زالت مستمرة
في شمال غرب مدينة رفح. نعم، هذا يقودنا إلى السؤال حول المعلومات التي كانت سابقا باسل فيما يتعلق بسحب بعض القطاعات وبعض أيضا أفراد الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق في مدينة رفح أو حتى من غيرها من المناطق في قطاع غزة، والتكهنات كانت تذهب باتجاه تحويل هؤلاء الجنود باتجاه المناطق الشمالية الجنوبية، وهذا يعني باتجاه لبنان. هل هناك أي تحركات يمكن الحديث عنها في هذا الإطار فيما يتعلق بتحركات الجيش الإسرائيلي وتحديدا فيما يتعلق بالعودة للشجاعية؟ أريد أن أعود بك إلى هناك. هل الأوضاع الآن توازي الأوضاع في القصف السابق لحي الشجاعية الذي تعرض أيضا لعمليات عسكرية برية وجوية بشكل أو بآخر في بداية هذه الحرب؟ ربما عبد الله المفارقة أن كل عملية اجتياح جديدة تكون أكثر عنفا من العملية التي تسبقها. الدلائل على ذلك في أكثر من منطقة، إذا ما تحدثنا قبل قليل عن مخيم جباليا الذي كان نموذجا، ثلاث مرات توغلت الآليات العسكرية الإسرائيلية به، المرة الأخيرة كانت الأكثر عنفا والأكثر تدميرا. الآن في حي الشجاعية ما يحدث أن الآليات تقوم بعمليات تجريف واسعة، العشرات من المنازل تم تجريفها، العملية تأخذ الشكل الأكثر عنفا والأكثر كثافة، في كل مرة تزيد هذه الكثافة. الآن مدينة رفح تخضع أيضا لعمليات مكثفة من التفجير والتحركات للآليات العسكرية، لا يوجد انسحاب بالمعنى الحقيقي على الأرض، بمعنى أن الآليات تتراجع فقط باتجاه بعض النقاط، تنسحب أو تتراجع من نقاط ومن ثم تعود إليها من جديد، إما من خلال الطيران بالقصف الجوي ومن ثم الدخول إلى تلك المناطق بالآليات، أو التوغل بشكل مفاجئ وتنفيذ عمليات تفجير. على الأرض لم يتغير أي شيء، على الرغم من إعلان إسرائيل أن المرحلة الثالثة قد بدأت في شمال القطاع والحديث هنا لوسائل الإعلام العبرية، لكن المرحلة الثالثة حتى الآن المؤشرات تدل على أنها أكثر دموية، لأن أعداد الشهداء قد تصاعدت بشكل ملحوظ منذ 4 أيام، وهي المدة التي تم الحديث بها عبر صحفيين إسرائيليين أن الجيش قد بدأ بالمرحلة الثالثة في شمال القطاع وأنه يستعد لتطبيقها في جنوب القطاع. حتى نقاط طبيعة هذه المرحلة تشير إلى توغلات مفاجئة، قصف جوي، استهدافات واغتيالات حتى للعاملين في القطاع المدني. أيضا هناك تهديدات صريحة صدرت للصحفيين الذين تقول إسرائيل أنه سيتم استهدافهم، المقربين الذين يعملون في وسائل مقربة من حركة حماس، ومقربة هنا مصطلح فضفاض يمكن أن يعطي إسرائيل مزيد من الحرية في عملية استهداف حتى الصحفيين. الدفاع المدني بالأمس كان هناك استهداف لموقع يتبع للدفاع المدني، والدفاع المدني هو ذو طبيعة مدنية، وبالتالي جميع المعطيات على الأرض تشير إلى أن إسرائيل ما زالت بنفس وتيرة القصف، بنفس وتيرة التدمير، ولا يوجد أي تغيرات على الأرض فيما يتعلق بطبيعة العملية، على الرغم من الإعلانات الإسرائيلية التي تأخذ الشكل الإعلامي فقط دون وجود أي تغيرات على الأرض. نعم باسل، مع زيادة عمليات القصف ومع زيادة العمليات العسكرية تزداد المعاناة على المستويات الإنسانية، والوضع الإنساني أيضا دون هذه العمليات وتكثيفها هو صعب. الآن كيف يمكن الحديث عن الأوضاع الإنسانية بالتزامن مع استمرار عمليات القصف كما وصفتها بشدة، وتحديدا ما سيخرج من حي الشجاعية بعد كل عملية تتكشف الجرائم بشكل أكبر، لأن هناك غطاء فرضه الاحتلال سواء بقطع الاتصالات أو حتى من خلال العمليات العسكرية والقصف العشوائي، وبالتالي الأوضاع الإنسانية كيف تبدو الآن؟ الآن يمكن القول أن الأوضاع الإنسانية قد وصلت لمراحل خطيرة وكأننا في الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية. الدلائل على ذلك كثيرة، منها المجاعة الآن التي تعصف بشمال القطاع، المناشدات والبيانات والتحذيرات التي تصدر عن جهات محلية كوزارة الصحة أو غيرها من الجهات، أو حتى التي تصدر عن مؤسسات دولية كالأونروا ومنظمة الأغذية العالمية، منظمة الصحة العالمية، جميعهم يؤكدون أن المجاعة بالفعل قد وصلت لمراحل متقدمة في شمال القطاع الذي بات سكانه
يعتشون الآن على أوراق الأشجار، وهذا الأمر تم كشفه حتى بفيديوهات صورها المواطنين القاطنين في شمال القطاع. جنوب القطاع هناك الآن أزمات متعلقة بسوء التغذية، لأن نوعية الغذاء تعتمد على المعلبات التي يتم إدخالها. المساعدات تراجعت على المستوى الصحي، لا يوجد أقل ما يمكن أن يقدم لأي مريض يصل إلى مستشفيات القطاع. المستشفى هنا والمتبقي مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى غزة الأوروبي، لا يوجد أي شيء يتم تقديمه داخل هذه المستشفيات على مستوى الرعاية الطبية، على مستوى الأدوية، على مستوى التشخيص حتى للحالات. هناك أمراض جلدية بدأت تصل لمستويات مرتفعة بين الأطفال لارتفاع درجة الحرارة ونقص المياه، وهذا ما أكدته الأونروا التي قالت أن البيئة باتت جاهزة لتفشي الأوبئة داخل قطاع غزة بسبب نقص المياه والاكتظاظ النازحين، وأيضا عدم وجود أي مرافق صحية تعمل بالشكل الحقيقي داخل قطاع غزة. ربما من الأمور أيضا التي لابد من الإشارة إليها عبد الله أن قطاع غزة بات بلا مواد تنظيف، لا يوجد أي مواد متعلقة بالتنظيف، اختفت تماما من الأسواق. التجار يتحدثون على أن إسرائيل تمنع دخولها، ونتحدث هنا عن أبسط المواد المستخدمة سواء للنظافة الشخصية أو حتى للنظافة العامة، لا يوجد أي شيء، فقدت تماما من الأسواق. وهذا يأتي في إطار وكأن الأمور يتم تجهيزها من قبل إسرائيل لتفشي الأوبئة، وهذا الأمر بات واضحا من خلال ما يحدث على الأرض وما تعانيه الآن العائلة. شكرا لك على كل هذه التفاصيل من دير البلح، كنت معنا مراسل المملكة باسل العطار. من غزة ينضم إلينا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوى. أهلا ومرحبا بك معنا سيد أمجد. هذه أحد صور المعاناة، ولكن على الأرض كيف تبدو الأوضاع الآن مع استمرار العمليات العسكرية ومع عودة الآن مجددا للقصف الإسرائيلي والعمليات العسكرية تحديدا في حي الشجاعية ومناطق أخرى في الشمال؟ آخر التطورات وآخر المعلومات عن فيما يتعلق بعمل المنظمات الأهلية على المستويات فيما يتعلق بالشؤون الإنسانية. يعني شكرا جزيلا. الأوضاع تزداد سوءا وتصعيدا بفضل التصعيد الإسرائيلي المتواصل على كافة هذه المناطق التي يدخلها الاحتلال الإسرائيلي، دخلها أكثر من مرة ويعيد تدمير ما تبقى من منازل، وأيضا استهداف الأسر التي تحاولت العودة مجددا لاستئناف حياتها في تلك المناطق. ما حدث بالشجاعية بالأمس وأيضا في منطقة غرب رفح من قصف وتوغل إسرائيلي واستهداف للمدنيين له أكبر دليل اليوم على نية الاحتلال الإسرائيلي استمرار في جريمة الإبادة، وأيضا الحق أكبر خسائر في أرواح المدنيين الفلسطينيين، وأيضا تدمير البنى التحتية، وأيضا العمل باتجاه تحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للعيش بأي شكل من الأشكال. هذا الدمار الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي المتعمد وبشكل واضح، عمليات القصف العشوائي وأيضا استهداف الأسر والمدنيين ومقومات الحياة في مختلف أنحاء قطاع غزة، هي جريمة بحد ذاتها، وأيضا لها أهداف طويلة المدى يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي من خلال استهداف المدنيين وقتلهم وإصابتهم بجروح قاتلة في كل الأوضاع الصحية الصعبة، خروج المستشفيات عن الخدمة، وكذلك حتى سيارات الإسعاف اليوم باتت شبه متوقفة بسبب انفاد الوقود، وبالأمس أيضا استهداف طواقم الدفاع المدني الذين كانوا يتوجهون من أجل إنقاذ بعض الأسر التي استهدفت من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذه الجرائم تتراكم وأيضا تتواصل على كافة المستويات. طيب، ما هي الصور التي يتم تسجيلها الآن سيد أمجد فيما يتعلق بالواقع الإنساني؟ لا نتحدث فقط بشكل عام عن العموميات، نعرف بأن المستشفيات خرجت عن الخدمة وبأن الأوضاع الإنسانية صعبة وبأن هناك تفشي للأوبئة، ولكن صور يمكن نقلها ويمكن الحديث عنها بشكل أفضل. ونتحدث أيضا عن عمل المنظمات سواء كانت الأونروا أو غيرها التي تحاول تقديم المساعدات، هل هي قادرة؟ ما هي المعلومات التي ترد من هذه المنظمات حول ما يتم تقديمه بالفعل وما يحتاجونه أيضا؟
يعني نحن على تواصل دائم مع الأونروا ونعمل جنبا إلى جنب مع طواقمها في مختلف مناطق النزوح بشكل خاص في قطاع غزة. الكارثة الإنسانية تفاصيلها كثيرة جدا في قطاع غزة فيما يتعلق بالاحتياجات الأساسية، سواء على صعيد سوء التغذية أو محاور التوفير ما يمكن. أود الإشارة أن ما يدخل قطاع غزة من احتياجات من مساعدات يكاد لا يغطي 10% من الاحتياجات الأساسية، وهذه النسبة هي تنعكس أيضا على واقع جميع الأسر وتأثير ذلك على النساء والأطفال بشكل خاص، وحالات سوء التغذية التي ذكرت في التقارير المختلفة هي أقل مما هو موجود الآن. كذلك درجات الحرارة المرتفعة تجعل من الحياة في ظل عدم وجود الغذاء ونقص المياه الحاد، وأتحدث عن نقص المياه لأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف البنية التحتية المائية من أبار مياه من محطات تحلية، وكذلك حتى ما تبقى من ما يعمل بها يحتاج إلى الوقود الذي يقنن الاحتلال الإسرائيلي دخوله، ويحتاج إلى سيارات لنقل هذه الوقود، وتوقفت الكثير من السيارات للوصول من المياه النظيفة لبعض مراكز اللواء المنتشرة في مختلف أنحاء سواء في وسط أو في جنوب أو حتى في غزة والشمال. المشاهد ايضا في انتشار الاوبئه، عندما نتحدث عن تفاصيل هذه الاوبئه، نعم هناك انتشار اوبئه ولكن ايضا هناك نفاذ للادويه، هناك مستشفيات مؤسسات طبيه ارهقت باعداد المصابين والجرحى، وهناك عدم قدره على التعامل مع هذه الحالات مما يفاقم من ويصعب من قدره التعامل مع هذه الحالات الاوبئه والامراض، وهناك التهاب الكبد الوبائي الذي انتشر بشكل كبير جدا. هناك الأمراض التنفسية مع ارتفاع درجة الحرارة، وهناك رطوبة نسبة رطوبة عالية في قطاع غزة بالجميع. نحن نتحدث عن خيام، نحن نتحدث عن ازدحام حتى في مراكز الإيواء المنتشرة في مختلف أنحاء قطاع غزة. المواد الغذائية تدخل ضمن حسابات يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ليصل بنا إلى مستوى هو منخفض جدا في موضوع وصول الغذاء. القضية الآن في موضوع المستشفيات، أولا الوحدات العناية المركزة وهي ممتلئة بالمرضى والجرحى، وهناك من يتوفى، وهناك أيضا من ينتظر دخول حتى هذه سريعا الوضع جدا صعب. سريعا سيد أمجد، أريد أن أعرف تفاصيل حول آلية العمل لربما، وهذا قد يقودنا أيضا إلى النقص وإلى ربما صعوبة ما يتم تقديمه. آلية العمل سواء كان لشبكة المنظمات الأهلية أو حتى للأطراف الأخرى العاملة التي تقدم الخدمات في الشؤون الإنسانية، وإمكانية الوصول، هل هي متاحة بشكل كبير؟ يعني نحن نعمل ضمن أطر تنسيقية مع وكالة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المجتمع بشكل دوري من أجل وضع التوجهات والخطط للتحرك على لتقديم الخدمات الممكنة لأبناء شعبنا سواء في الشمال أو في الجنوب، ونحاول الوصول لمختلف المناطق رغم التحديات الكبيرة والمخاطر التي طبعا يمكن أن يواجهها طواقمنا في الوصول لتلك المناطق. الكميات المتاحه بين ايدينا سواء على صعيد الخيام وهي رفضت متوفره لتوزيعها المواطنين، واليوم عندما تحدث عن الخيام هناك مواطنين تركوا خيامهم في مناطق مختلفه بسبب القصف الاسرائيلي، ولا توجد حاليا لهم ما، وهم موجودين بالشوارع من توجهوا من مواصل رفح الى مناطق اخرى، عشرات بل مئات العائلات التي كانت توجد في تلك المناطق بدون اي مستلزمات ايواء من خيام وغيرها واحتياجاتهم. هذا امر طبعا خطير وخاصه معظمهم من الاطفال والنساء، وهذا المشهد يتكرر في اكثر من موقع، وهناك خشيه انه يتكرر، فبالتالي نحن نحاول من خلال مراكز العمليات المنتشره في مناطق مختلفه نعمل من خلال التنسيق ان نخفف من الاعباء، ولكن للاسف الشديد حجم الكارثه اكبر بكثير مما هو يتوفر من لدينا من الامكانيات، ونحاول جاهدين ان نرفع الصوت باتجاه كل الجهات الدوليه العمل باتجاه توفير الحمايه للمدنيين الفلسطينيين، وتوفير ايضا الاحتياجات الاساسيه وفتح المعابر وبخاصه امام خروج المرضى والجرحى. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركه، مدير شبكه المنظمات الاهليه الفلسطينيه امجد الشوى، كنت معنا من قطاع غزه.